سورة محمد يقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. نعم. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه إلى آخر الآية الكريمة. يعني إيه؟ يعني ما هي أنهار الجنة دي؟ ماء غير آسن. الأول مثل الجنة. مثل الجنة. يبقى مش الجنة. لأن ما أقدرش أقول لكم الجنة، لأن قدرتكم على فهم ما أقوله عن الجنة مش مستكملة. لأن لا أخاطبك إلا بألفاظ تعلم معانيها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. يبقى أنا نديتك هنديك تمثيل بما تعلم لما لا تعلم. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون. نعم. فيها أنهار. نعم. احنا قلنا زمان فيه نهر وفي بحر. نعم. النهر اللي بيعمل له شق لوحده كده. نعم. وميزته جريان مائه. نعم. البحر سكون مائه ولا يتحرك إلا بمهيج أو ريح. نعم. كويس كده. نعم. أنهار الجنة هيقول لك على أنهار الجنة، أتكلم لك بس دي على لقطة عن الأنهار. نعم. كل نهر لا يسير إلا في مجرى مشقوق له. نعم. محدود بشواطئ. نعم. لكن أنهار الجنة تختلف، تمشي بغير شواطئ ومنفصلة عن بعضها. اللبن والعسل والبتاع ده وهي بعضها كده، لا شواطئ ولا اي حاجه. ادي اول عجيبه من عجائب الله، من عجائب الجنه. ثانيا، حين يمثل الله لنا الجنه يمثله لنا بشبيه من عندنا، لان حقيقتها مش هتيجي. ولذلك لما هياكلوا الجنه يقول هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لك واوتوا به متشابها، ده متشابه بس كله مش هو. الله. يبقى اذا الميه عند الايه؟ عند العربي ساعة ما المطر يمطر احدب شيء على العربي الحفرة، لانها هي اللي تعمل ايه؟ تحجز الميه. تحجز الميه في الوقت اللي ما فيش مطر يقدر ياخد منها. الحفرة حيز. نعم. ولا فيش ماء جاري فيها. يقوم لما تمر مدة كده تعطب. ويبقى فيها العفونه ويبقى فيها مش عارف الحاجات اللي بتحدث فيها دي. يقول لك هي ميزه بقى انهار الجنه ماء غير آسن. فرفع عنه اللي بيتعبنا احنا في الدنيا. ايوه. خلاص ادي واحده. انا من ايه غير ايه؟ ماء غير آسن. غير من ماء غير آسن وانهاره من لبن لم يتغير طعمه. وآفة اللبن. تيجي المواشي يروحوا بيرعم وييجوا يوم في الاسبوع. ياخذوا منهم اللبن ويخزنوه في الارم يتغير طعمه. يوم يتغير طعمه. يبقى هو ده، انما ما فيش الا هو بياكلوه. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. اداني مثل له بس شال منه المناغص. يا سلام. نعم. نعم. وانهار من خمر. من خمر لذة للشاربين. بس لذة للشاربين. وانهار من خمر لذة بس للشاربين. كلمة لذة دي هي اللي فيها الكلام، لأن خمر الدنيا لا لذة فيها، وإنما تطلب لسعارها وعجبها للعقل، إنما ما فيهاش لذة تعاطي. بدليل لو شفت ناس خمرجية بيشربوا خمر وقدامه الكاس ياخدوا كده ويدلقوا دلق كده، مش يمزوا زي المانجا زي الليمون. ملوش لذة في ذاته. ملوش لذة. هو معمول علشان ما يترتب عليه من نسيان الهم. مش لطعمه. وبعدين يبقى طعمه مش لذيذ. نعم. انما خمر الدين هيبقى لذيذ، تشفط فيه زي المانجا كده حاجه حلوه. ادي واحده. ثانيا، افات الخمر انها تغيب العقل. ومعنى تغيب العقل عن مشاكل مالكش طاقه عليها. نعم. والعقل مخلوق مش عشان يهرب من المشاكل، العقل مخلوق عشان يواجه المشاكل. نعم. فخمر الدنيا بتعمل ايه؟ صعبه الاستساغه. ثانيا، بتجيب حجب العقل. خمر الآخر لا مش كده، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون ولا هم عنها ولذة للشاربين، يعني زي ما يكون بياخد حاجة حلوة كده عصير. نعم.